تبديل أجراه المدرب جمال أبو عبد بين الشوطين بدخول اللاعب عبيدة السمارني ومجد العطار. جول منذ البداية، الصريح يكتسح ويحرز ثاني الأهداف، تسديدة لا تصد ولا ترد من الخطير اللاعب مجد العطار، يضعها على يمين الحارس سيف أبو هزيم، يحرز أول الأهداف في الخمسة الثواني الأولى، في العشرة الثواني الأولى. البداية قوية هنا عند نادي الصريح، يتقدم الآن بهدفين مقابل هدف. تسديدة ولا أروع، شاهد 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 شاهد، يا سلام على الكعب هنا من اللاعب محمد العكاش، وتسديدة اللاعب مجد العطار، هدف ثاني لنادي الصريح منذ البداية. يا سلام يا سلام يا سلام، الأجمل من الهدف هو التمريرة الرائعة، وفي الكعب هنا محمد العكش، ليس فقط الهداف وفي إحراز الأهداف أيضا في صناعة الأهداف هنا، والهدية هنا تأتي عند مجد العطار ويحرز الهدف الثاني، هدفين